حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيرة، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7 اللي نطل عليكم بمجموعة من الأخبار والمواضيع. مسي عليكم بالخير ومسي على زميلتي مروة بالخير، حياك الله يا مروة. يسعد مساك يا علي ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. إن شاء الله بنتم وياكم لين الساعة 8 و10 بإذن الله بمواضيع وايد متنوعة إن شاء الله تعجبكم بإذن الله تعالى. وعندنا طبعا بداية طبعا أول موضوع إن شاء الله راح نبدأ معه، مثل ما تعرفين في الآونة الأخيرة الإمارات طبعا دخلت هذا العالم عالم الفضاء وبقوة وبتجهيزات وبكوادر إماراتية 100%، واليوم نشوف ما شاء الله الإمارات تنافس وشريكة في طبعا في هذا العالم الجديد. صحيح. وهذا الفضاء يعني لتضع بصمة ثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمكن هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، وطبعا ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر، وأيضا سلطان النيادي رائد الفضاء البديل لنفس المهمة من اجتياز الاختبارات النهائية للمهمة بنجاح، وذلك في مركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء بمدينة النجوم في موسكو. واستمرت الاختبارات على مدار يومين، بدأت بتوجه الرواد لتحية المسؤولين في مركز التدريب قبل اختبار أو اختيار سيناريوهات الاختبار التي تكون في مظاريف مغلقة، يقوم كل رائد فضاء بسحب واحد منها عشوائيا، وتستمر الاختبارات لأكثر من 6 ساعات يوميا، حيث يتم اختبار كل طاقم على حدة. وتضمنت الاختبارات كيفية التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة ومحاكاة القسم الروسي في محطة الفضاء الدولية ISS ونظام الشحن الوظيفي FGB ونظام إدارة البيانات، إضافة إلى اختبار محاكاة المركبة الفضائية سيوز والتي ستقل طبعا طاقم المهمة إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر المقبل. صحيح. وشملت الاختبارات النهائية محاكاة عدد من الحالات الطارئة للطاقم خلال عمليات الإطلاق والهبوط والالتحام وأثناء التواجد على متن محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى كيفية التعامل مع التشغيل الزائف لمستشعر الهبوط ومشاكل نظام الدفع وانقطاع الاتصال وزيادة ثاني أكسيد الكربون خلال وجودهم على مركبة سيوز، وفي اختبار محاكاة الطوارئ في القسم الروسي على متن محطة الفضاء الدولية ISS. وتمكن رواد الفضاء من اجتياز اختبار التعامل مع فشل جهاز الاتصالات ونظام امدادات الاكسجين وايضا انقطاع التيار الكهربائي وتوقف أنظمة الكشف عن الحرائق وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ. وايضا قال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء يوسف حمد الشيباني: فخورون بنجاح هزاع المنصوري وسلطان النيادي بالاختبارات النهائية، مما يؤكد أن أبناء الإمارات يستحقون إيمان القيادة الرشيدة بهم وبقدراتهم على النجاح في مواجهة التحديات في شتى القطاعات والتخصصات. وأضاف إن مهمة إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية تعد البداية لبناء منظومة متكاملة نهدف من خلالها استدامة برنامج الإمارات لرواد الفضاء وتأهيل وتدريب المزيد من رواد الفضاء الإماراتيين للمساهمة في إثراء المنطقة العربية بشكل خاص والمجتمع العلمي الدولي طبعا، وأن مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية ستفتح الطريق للمزيد من الرحلات الفضائية الإماراتية المأهولة التي ستسهم بشكل كبير في وضع خريطة مستقبلية لاستكشاف أعماق الفضاء. وأيضا قال سالم حميد المري مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء أن هذه الاختبارات أكدت جاهزيتهما للمهمة وعكست مدى استعدادهما للحالات الطارئة خلال رحلتي الانطلاق والعودة وأثناء التواجد على متن محطة الفضاء الدولية، مبينا أن أعضاء لجنة الاختبارات أشادوا بالكفاءة المهنية والمعرفة النظرية الراسخة والمهارات العملية التي يمتلكها الطاقمان الرئيس والبديل لمهمة 25 سبتمبر. يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يحظى بدعم مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات،
ويعتبر أيضا هذا الصندوق اللي انطلق في عام 2007 الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات في الدولة وإثراء دعم وتطوير الخدمات التقنية وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي. أكيد نتمنى التوفيق إن شاء الله لهزاع المنصوري وأيضا سلطان النيادي في هذه المهمة الوطنية وأيضا العربية وأيضا العلمية التي ستساهم في إثراء العلم أو علم الفضاء إن شاء الله. طبعا مواضيعنا كثيره يا مروه، ونسير اكيد اولا الى بلديه مدينه ابو ظبي تطلق ورشه عمل السلامه في الحر، اول فريق نسائي لقياده الزوارق على مستوى الشرق الاوسط، وايضا تفاصيل لجائزه دبي للتصوير الفوتوغرافي والرسم الحر، وملتقى المبادرات الانسانيه في دبي بنتحدث عن هذا الموضوع اكثر، وطبعا مواضيع كثيرة منها العودة إلى المدارس، ومثل ما ذكرتي مبادرات الإنسانية في دبي سنتحدث إن شاء الله عنها الآن. مشاهدينا الكرام نروح معا إلى ورشة عمل السلامة في طبعا الحرة عفوا أو الحر لقطاع البناء والإنشاء بتنظيم من بلدية مدينة أبوظبي. للمزيد ويانا الحين عبر الهاتف مباشرة المهندس خالد خميس المرزوقي رئيس قسم التفتيش في إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي. هلا مرحب فيك. يا مرحبا وسهلا، حياكم الله. حياك الله أستاذ. خبرنا عن ورشة عمل السلامة في الحر لقطاع البناء والإنشاء. طبعا في إطار الحرص على التوعية بشأن قرار حظر العمل وقت الظهيرة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي مع الشركاء الاستراتيجيين هم وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشة عمل توعوية للكيانات في قطاع البناء والإنشاء بهدف تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، نعم، وتنفيذ المتطلبات بخصوص برنامج الإجهاد الحراري. نعم، يعني ما هي الإجراءات اللازمة لحماية العاملين من الإجهاد الحراري؟ طبعا يتعين على المشرفين في المواقع الإنشائية الالتزام بالإجراءات المعمول بها والقوانين في الإمارة وحماية العمال عن طريق توفير فترات راحة وتوفير المياه والمشروبات وكذلك توفير الاستراحات المظللة. نعم مهندس خالد، خبرنا شو دوركم في تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة والوقاية من الحر، وأكيد لها آثار صحية سلبية، خبرنا عنها أكثر. نفس ما هو معلوم تحرص البلدية على وضع أفضل ممارسات الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، نعم، للتقيد بالقوانين لتنظم عمل العمال والذي يسهم بشكل كبير في تخفيض الإصابات الناتجة عن تعرض لأشعة الشمس المباشرة. نعم أيضا يعني نسلط الضوء قليلا على أهمية توعية الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء وأيضا العمال بأهمية تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة. تعمل البلدية على توعية الكيانات عن طريق النشرات الدورية التي تصدر من إدارة البيئة والصحة والسلامة، وكذلك عن طريق الزيارات التفتيشية التوعوية اللي تكون مع الشركاء الاستراتيجيين اللي نظمتها بلدية أبو ظبي مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. نعم. خبرنا أكثر عن أهم الإجراءات الوقائية اللي من شأنها حماية العمال من آثار أشعة الشمس أثناء أداء أعمالهم وواجباتهم مهندس خالد. مثل ما قلنا قبل اللي هو يتعين على المشرفين في المواقع الإنشائية الالتزام بالبرامج التوعوية والإجراءات المعمول بها بالإمارة، نعم، لحماية العمال عن من أشعة الشمس المباشرة. نعم أيضا مهندس خالد، كيف تعملون على يعني عملية التكامل والتعاون بين جميع الأطراف لإرساء أفضل الاحتياطات الصحية في مواقع البناء والإنشاء؟ تكمن أهمية التعاون في تعزيز المسؤولية المجتمعية والتي تحرص الجهات على إيجاد أفضل بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، وتتعاون البلدية مع الشركات الاستراتيجيين لجعل صيفنا بلا حوادث في قطاع البناء. نعم. دوركم في تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه هذا الهدف. الشراكة مع الشركات الاستراتيجيين مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، نعم، عن طريق نشر الوعي والتثقيف فيما يخص العمال، نعم، وبما يخص قانون حظر العمل وقت الظهيرة، نعم، والذي يأتي من إطار المسؤولية المجتمعية للجميع. نعم مهندس خالد خميس المرزوقي رئيس قسم التفتيش في إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي، شكرا على مداخلتك والمعلومات اللي زودتنا فيها، يعطيك العافية. شكرا، يعطيك العافية، الله يحفظكم، جزاكم الله خير.
قدم مجلس مدينة دبا الحصن ورشة تدريبية للابتكار واستشراف المستقبل ألقتها الدكتورة هنادي ناصر السويدي. كانت طبعا الورشة صباح يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 في مقر المجلس في مدينة دبا الحصن وبحضور العديد من الشخصيات المهمة في المجتمع. نتابع معا هذا التقرير. تناولنا اليوم في ورشة الابتكار واستشراف المستقبل التي حازت على رضا الموظفين في الجهات الحكومية عدة محاور، أولها عن زايد مؤسس الابتكار، ثم انتقلنا إلى مفاهيم في مجال الإبداع والابتكار، ثم كيف نستخدم الابتكار في العمل من خلال شرح استراتيجية الابتكار الحكومي وتوجه دولة الإمارات نحو الحكومة المبتكرة. وأيضا تناول الموظفين بعض التدريبات في ابتكار منتج أو خدمة من خلال دوائرهم أو جهاتهم الحكومية اللي ينتمون لها ومن خلال عناصر الابتكار. فكانت الورشة تفاعلية مع الموظفين ومع المتدربين، بالإضافة إلى حتى يصل الموظف إلى كيف أنا أوصل الفكرة من إنها من فكرة إلى تكون منتج أحول أفكاري إلى واقع من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية. يعني من خلال ورشتنا اليوم لاحظنا أن الجهات اللي كانت موجودة استطاعت خلق شراكات مع بعضها البعض من خلال المنتجات الإبداعية والابتكارية والخدمات المقدمة في الورشة التدريبية. أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز شرطة الموانئ وبالتعاون مع مجلس الشرطة النسائي أول فريق نسائي لقيادة الزوارق على مستوى الشرق الأوسط. للمزيد من التفاصيل معنا في الاستديو النقيب عتيجة مصبح الظاهري، رئيس قسم إسعاد المتعاملين في مركز شرطة الموانئ والمشرف الإداري على فريق الزوارق النسائية وعضو مجلس الشرطة النسائي، والوكيل حنان أحمد خميس راشد إداري في مطار آل مكتوم الدولي في دبي. أهلا وسهلا، حياكم الله، نورتونا، الله يحفظكم، سعيدين جدا بوجودكم وفخورين أكيد فيكم، الله يحفظكم، الله حياكم الله. بداية أبدأ معك طبعا النقيب عتيجة، لو يريد لو تعطينا طبعا نبذة عن أول فريق نسائي لقيادة الزوارق على مستوى الشرق الأوسط. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حابة أشكر تلفزيون الفجيرة على هالاستضافة، ومن طرفنا ننقل لكم تحيات قائد عام شرطة دبي، كذلك مدير مركز شرطة المواني. بالنسبة لفكرة الفريق، بدت كفكرة عند نزولي لنادي دبي للسيدات وحديقة الممزر، على أساس نشوف احتياجات النادي والحديقة كونهم يقعون في منطقة اختصاص المركز، نشوف احتياجاتهم. فأثناء الحديث شفت أن هناك مشكلة بالنسبة لرواد شاطي الحديقة والنادي، أن العنصر النسائي اللي يزور المكانين ما يتمتع بالخصوصية، غير كذا تورد بلاغات للعمليات، إزعاج من اللي هم طبعا يستخدمون الدراجات المائية من الشباب. وأنا هناك عندهم قلت لازم أوجد لهم حل. نعم. فرجعت المركز عند المدير وقلت له والله أثناء نزولي هذا التقرير اللي معروض قدامك، شو رايك نكون فريق يتدرب على الأساسيات المبادئ الأولى، على أساس أن إحنا نرفع سمعة المرأة الإماراتية اللي هي أصلاً، وغير شيء الأجانب حتى اللي هم يزورون الشاطئ في وقت الراحة أو بنقول وقت الاستجمام. طبعاً فكرة مثل هذه تحصل لك مؤيد ومعارض، صحيح، لكن الحمد لله كانت
ترجحت اللي هو كفة المؤيدين وتبناها إزاها الله خير مدير المركز ورفعها لمساعد القائد العام لشؤون المنافذ وبدورة طبعا خذ موافقة القائد والحمد لله مثل ما تشوفون الفريق على أرض الواقع الحمد لله. الوكيل حنان عدد أعضاء فريق زوارق العنصر النسائي كم؟ نحن عددنا 11 عضو 10 من العنصر النسائي كلهم عساكر من مختلف الرتب العسكرية وعضو واحد بس مدني. نعم نعم ما شاء الله. ملازم عتيجة أيضا بالنسبة عفوا نقيب معذرة بالنسبة لشروط القبول في فريق زوارق العنصر النسائي ما هي؟ بالنسبة لشروط القبول طبعا اللياقة البدنية طبعا هم خضعوا لفحوصات طبية كان شرط أساسي أن يكون اللي هو بينضم للفريق أنه لائق طبيا. ثاني شيء يتمتع باللياقة البدنية. كان هناك أيضا شرط ثالث أن الشخص تكون اللي هو الرغبة أنه يكون يعني في المجال البحري. كانت شروط بسيطة جدا لكن الحمد لله كان العدد أصلا اللي الترشيح اللي جانا من الإدارات ومراكز الشرطة 30 مرشحة. لكن طبعا تم تقسيمهم على مجموعات. المجموعة الأولى كانت الأخت حنان من ضمنها كانوا 11 وحدة. خبرينا أكثر وكيل حنان عن الدورات التأهلية اللي استمرت 3 شهور. الدورات هذه كانت 4 دورات هي كانت الأساسية اللي منها دورة قيادة الزوارق ودورة أمن السلامة البحرية دورة الملاحة البحرية وعندك دورة جهاز التترا. فمن هاي الدورات نحن أخذناها نحن طالبناهم نحن نبغي دورات أكثر من كذي عشان طاقتنا تزيد في نفسنا ونقدر أن تدري يعني هو نوع من التحدي أن اليوم البنت يعني تقود زورق على البحر يعني شيء مبسهل. صحيح. فنحن طلبنا منهم نباها هاي الدورات وفي نفس الوقت هم بعد شافوا أن هاي الدورات بعد مهمة وما قصروا طولوا المدة. نعم زادت فعلا ثقتكم بأعماركم في هذا الموضوع تحسون والدليل الحين نحن نازلين تغطية ميدانية. نازلين على بحر ممزر ونازلين على نادي دبي للسيدات. يبالها قوة في لازم الواحد يتمسع بلياقة بدنية. يعني أحس مرة صرت هناك تميت يمكن 2 أو 3 دقائق أحس يعني هني عوار وايد أنه ما أقدر العضلة كلها تنشد. أحس أنه فعلا يعني تزيد ثقة بالنفس واللياقة تزيد. جميل جدا. النقيب عتيجة يعني كيفية دعم وتعزيز الأمن البحري من خلال فريق الزوارق بالعنصر النسائي وماذا أضفتم من خلال هذا الفريق؟ بالنسبة للتعزيز طبعا الفريق تكون على أساس أنه يغطي إمارة دبي. نعم. تغطية الفعاليات تغطية المناسبات اللي هي تخص العنصر النسائي فقط. نعم. والحمد لله في الوقت الحالي طبعا احنا على اساس مثل ما قلت لك من البداية بالنسبة للشاطئ الممزر وشاطئ نادي دبي للسيدات عملنا جدول لينزل الفريق في أيام اللي طبعا اليوم مخصص للنساء هو يوم الاثنين وبالنسبة ليوم الخميس تم اختياره بناء على رغبة إدارة النادي أن يوم الخميس يمكن أكثر رواد عندهم من العنصر النسائي. فالفريق ما شاء الله نازل كل أسبوع على يومين والحمد لله يعني إحنا كل فترة يمكن كل شهر شهرين ننزل نشوف رأي الناس يعني وجودهم وجود يشوفون الزوراق على الشاطئ هل هم سعيدين من وجودهم؟ هل هناك يعني خفت حدة الإزعاجات من الشباب يعني خلال هالفترة؟ والحمد لله رب العالمين يعني الأثر اللي جانا من إدارة النادي وإدارة الحديقة شيء مبشر ولله الحمد. الحمد لله. وكيل حنان دور فريق زوارق العنصر النسائي في توفير الخصوصية الأمنية للفعاليات اللي تقام بالقرب من شواطئ في إمارة دبي شو تسوون بالضبط؟ نحن دورنا الأساسي اللي هو تأمين الفعاليات وتأمين الحراسة. تأمين الفعالية نحن أمننا فعاليتين اللي هي فعالية تراثليون زائد فعالية دورة اليقين. نحن شو دورنا في هالشيء ان نحن نأمن النقطة اللي يتم تأمينها من خلال الاستبعاد اي وسيلة بحرية تجي بالقرب من هاي عشان الخصوصية. نعم.
نعم. نقيب عتيجة، كيف تحرص القيادة العامة لشرطة دبي في مشاركة العنصر النسائي في كافة القطاعات الشرطية أو المهام الشرطية بشكل عام؟ ولله الحمد القيادة العامة لشرطة دبي قامت بمجهود كبير وعظيم الحمد لله. نرى الآن يعني مجالس في القيادة العامة تترأسها من العناصر النسائية، مثل مجلس الشرطة النسائي اللي أنا فيه عضو، مجلس القيادات الشابة، ومجلس السعادة. هاي المجالس كلها ولله الحمد من العناصر النسائية. نعم ما شاء الله. وكيل حنان، شو أهمية وجود أفراد من الشرطة النسائية في الفعاليات اللي تقام للنساء؟ أهمية أختي أن مثل ما تعرفين دولة الإمارات دولة متحفظة، وحتى الشعب شعب متحفظ. نعم. فليلة الحين النساء يطالبون يمكن يحصلون الأريحية أكثر إذا بيشوفون والله قائد زورق يكون من عنصر نسائي يكون. نعم. أمن. بعطيك مثال على حديقة ممزر، عندهم ثلاثة أحواض مرقمة هذه الأحواض، فنحن نتم نتمركز عند كل حوض ونحن نأمن سلامة رواد البحر. نعم. نعم ما شاء الله. أيضا من خلال هذا الفريق النسائي نقيب عتيجة، يعني كيف تحقق أو كيف حقق فريق الزوارق بالعنصر النسائي الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وسعادة المجتمع بشكل عام، وأيضا سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، كيف تحقق ذلك؟ بالنسبة للفريق طبعا المؤشرهم اللي هو إسعاد المجتمع الخارجي. نعم. وهذا هدف استراتيجي لشرطة دبي، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالشرطة. والهدف الثالث اللي هو تعزيز الأمن والأمان. هذه الأهداف كلها مرتبطة بأهداف الفريق. نعم. أكيد واجهتوا صعوبات أو تحديات أثناء إطلاق الفريق، شو الصعوبات اللي واجهتوها أو التحديات؟ بداية التحدي طبعا تقبل الفكرة، هذا كان. نعم. أول تحدي مثل ما قلت إن كنا في صراع بين المؤيد والمعارض. صحيح. ثاني شيء لما ينزل الفريق فريق الزوارق تصادف سوء الأحوال الجوية. صحيح. طبعا وهم خضعوا لأكثر عن تدريب، طبعا تدريبات العملية أنهم ينزلون في مختلف الأوقات. نعم. الصبح الظهر المغرب حتى والموية تكون عالية. صحيح. يعني على أساس مثل ما قلت أنه يعني يرمون يتحكمون في القارب. نعم. في أكثر عن تجهزونهم لجميع الأحوال الجوية. نعم. يعني إذا. نعم. كان في موج. نعم. أو ما في موج. نعم. وكيل حنان بالنسبة لي أيضا من خلال هذه المبادرة، كيف أضافت هذه المبادرة إلى خبراتكم التراكمية؟ كيف ساهمت؟ والله شوف نحن كنا بنات، نحن مالنا في البحر. صحيح. زين فهذا شيء بحد ذاتها تحدي. نعم. فحتى بين البنات يعني كنا نقول إن أوكي نتخيل، لأن نحن داشين وما نعرف السباحة. نعم. فكنا نقول الله يعني لا قدر الله إذا استوى شيء إذا حد فينا طاح كيف يكون؟ نعم. كنا لابسين حذاء لبس رياضة ذاك البداية نحن. عقب لين ما فصلونا اللبس وما لبس، فمع الوقت يعني أنا أقول الحمد لله أنا تم تمديد للدورة، ما قصروا الإدارة ويانا مددوا الدورة، وهاي الدورة زادت في ثقتنا، في نفس الوقت أعطانا الوقت أو المهلة أن احنا نكون في البحر في وقت يعني في وقت أكبر. نعم. نقيب عتيجة، خبراتكم في التحقيق بالحوادث البحرية خبرينا عنها أكثر. بالنسبة للتحقيق في الحوادث إلى الآن الفريق ما وصل للمرحلة اللي هو يحقق في المجال البحري. دوراتهم مثل ما ذكرت الوكيل حنان أن كانت دورات أساسية. نعم. التحقيق البحري إن شاء الله بيكون في الدورات المتقدمة من ضمن الخطة المستقبلية اللي وضعناها إن شاء الله للفريق إن شاء الله. نعم. أيضا لا شك من خلال هذه المبادرات تأتي مبادرات في ذهن طبعا الشخص للمستقبل. وكيل حنان، أنتم وأيضا وفريق العمل ككل، ما هي الأفكار التي خرجتم بها للمستقبل إن شاء الله؟ هل هناك بعض النقاط التي رسمتموها منذ الآن؟ نحن أكيد نحن كلمنا الإدارة، خاطبناهم. نعم. وبحكم أن نقيب عتيجة هي مشرفة علينا. نعم. كنا نكلمها نوصل لها الأشياء اللي خلنا نقول أتينا نفس الوقت نحن. في البحر كنا نقول لها مثلا نحن يبالنا تبديل اللبس، يعني شيء يكون مناسب
وملاوم سوري موالم البيئة اللي نحن فيها. صحيح. بس اليوم أنت بتكون على الأرض غير أن أنت بتكون في الماي. غير شيء نحن طالبناهم أن يمددون الدورة وبعد يعطونا دورة يعني مثل ما هي تفضلت قالت أنها هي دورة أساسية مستقبلا. نعم. في بعبارنا شيء دورات ثانية. نعم. بتكون وتقوي من شخصيتنا أكثر وممكن نحن في نفس الوقت تزيد في ثقتنا في نفسنا ونقدر نحن نأدي بطريقة الصح ونأمن يعني هاي بالنهاية أرواح. نعم. تذكرتي توج إنه ما كنتوا تعرفون تسبحون. نحن ما كنا نعرف. نعم. يعني من الصعوبات اللي واجهتهم بعد. يعني هذا أصلاً شيء لازم بعد بنوضع ضمن الخطة. نعم مثلا تدخلون دورات ضمن الدورات الاولى السباحه. نعم يعني ما شاء الله تعديتوا موضوع السباحه الحمد لله. هاي اول يعني هاي الاشياء سبحان الله في خلال الدورات يبين يعني شو اللي ناقص فيعني تكملونه. صح. نعم ما شاء الله عليكم. غير كذا. نعم. يعني احب اضيف نقطه من الوكيل حنان تم ترشيحه على اساس انه هي تكون مدرب للفريق ما شاء الله السباحه اللي بيتشكل ان شاء الله عن قريب. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله فخورين فيكم والله. فعلا نورتونا اليوم في الاستديو النقيب عتيجة مصبح الظاهري رئيس قسم إسعاد المتعاملين في مركز شرطة الماني والمشرف الإداري على فريق الزوارق النسائية وأيضا عضو مجلس الشرطة النسائي والوكيل حنان أحمد خميس راشد إداري في مطار آل مكتوم الدولي في دبي. نورتونا اليوم. الله يسلمكم يا رب. شكرا جزيلا على الاستضافة. يعطيكم العافية. مشاهدينا بننتقل لفاصل عقبها مكملين فقرات برنامج 7 على 7. خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا من جديد مستمرين معكم في برنامج 7 على 7 والحين بنسير وياكم إلى جائزة التصوير الفوتوغرافي والرسم الحر التي نظمتها جمعية دبل فنون والمسرح. طبعا هذه المسابقات التي تشجع الفنانين في الانخراط بمختلف الفنون التشكيلية وإعطائهم الفرصة واستغلال أوقات فراغهم من خلال طبعا خلال الإجازة الصيفية. ويانا الحين مباشرة عبر الهاتف الأستاذ مايد الضنحاني الفائز بجائزة التصوير الفوتوغرافي في مسابقة دبا للتصوير الفوتوغرافي والرسم الحر. هلا مرحب فيك. مرحبتين. أستاذ مايد خبرنا أكثر عن التصوير الفوتوغرافي من هواية لاحتراف. طبعا أي شخص هاوي التصوير بيبدأ هذه الهواية من الصغر. نعم. ومع مرور الوقت بيحاول يطورها لما يصبح متمكن. نعم. نعم. مايد كيف تشوف يعني انتشار هذه الهواية هواية التصوير بين الشباب وخاصة مع وجود اليوم سهولة اقتناء الكاميرات وحتى ممكن الواحد يستخدم كاميرا تلفونه يعني كبداية؟ أولا مع ظهور تطبيقات التواصل الاجتماعي. نعم. وخاصة في الدول العربية. نعم. مثل انستغرام سناب شات ظهرت هذه الهواية. نعم. تحول إلى احتراف عند البعض عن طريق تصوير رحلاتهم أو كلاتهم كاميرا احترافية أو كاميرا عادية. خبرنا أكثر عن ورش التصوير اللي حرصت على حضورها. أنا شاركت في ورشة التصوير في البحرين. نعم. مع مؤسسة وطني فراغ قيادي 2020. نعم. وهذه الورشة في الحقيقة يعني فاتتني وايد ونمت من خبراتي. نعم. كيف شفت التنافسية في مسابقات التصوير والرسم الحر مايد؟ الرسم والتصوير تشكيلهم نوعين مختلفين من الفنون الجميلة. نعم. مع وجود تحديات بينهم. نعم. لأن الرسم يفرق عن التصوير. الرسم تقدر تمسح رسوماتك والتصوير ما تقدر تمسح رسوماتك. نعم. خبرنا أكثر عن موضوع إنشاء نادي للرسم والتصوير في دبا. أولا نشكر جمعية دبا للثقافة والفنون. نعم. على إنشاء نادي دبا للتصوير والرسم. نعم. لتنمية مهارات المشاركين وتطويرها للأفضل. نعم. كنت ويانا عبر الهاتف أستاذ مايد الضنحاني الفائز بجائزة التصوير الفوتوغرافي في مسابقة دبا للتصوير الفوتوغرافي والرسم الحر. شكرا يعطيك العافية وكل التوفيق لك. الله يعافيك. شكرا جزيلا. اللقاء التعريفي الأول تحت عنوان إنجازات وإصدارات هيئة الشارجة للآثار بمناسبة احتفالات الشارجة لنيلها لقب العاصمة العالمية للكتاب في عام 2019. نعم طبعا كانت هذه الفعالية صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر وفي مقر هيئة الشارقة للآثار. المزيد في هذا التقرير التالي نتابع معنا. We'll be right back.
التعريف. وشيء نشكركم على وجودكم اليوم في هذا أو في هذه الفعالية. الهدف من هذه الفعالية فعالية التعريف بإنجازات هيئة الشارقة للآثار، ولكن احتفاليا أيضا نحن نحتفل بالشارقة العاصمة العالمية للكتاب، ولدى الهيئة مجموعة كبيرة من الإنجازات في مجال الآثار ومجال التراث المادي. وفي عندنا هناك أيضا مجموعة كبيرة من الإصدارات التي أصدرتها الهيئة. طبعا المواقع الأثرية المكتشفة عندنا مواقع مهمة جدا على مستوى العالم وأخذت صيت عالمي كبير. فمثلا في عندنا هناك المواقع العصور الحجرية، مثلا فاية أثبت الطريق الجنوبي للهجرة البشرية الأولى من أفريقيا إلى هذه المنطقة، فهذا من المواقع أو هذا الموقع يعتبر من المواقع المهمة على مستوى العالم، ثم اتجاه البشر من هذه المنطقة إلى المناطق الأخرى في آسيا. ثم في عندنا هناك أيضا الكتابات، خط الخطوط المكتشفة في إمارة الشاذلي تعتبر من الخطوط المهمة، خط المسند الجنوبي وخط الأرامي، وعندنا هناك خط الزبور. وخط الزبور نطاقة الجغرافي فقط اليمن، ولكن الآن تم العثور عليه في منطقة مليحة كخط مهم جدا كنذر أو ككتابات إحنا نذرية كتبت على بعض القطع المعدنية. في أن هناك أيضا ما يمكن أن نذكره أن في العصر الحجري صار هناك تغير كبير في معرفة السكان بالاستئناس. أيضا في أن هناك مجموعة كبيرة من حبات اللؤلؤ تم العثور عليها من العصور الحجرية الألف الخامس قبل الميلاد، تعتبر هذه أقدم حبات لؤلؤ مستخدمة وفيها دليل استخدام من خلال الثقب، لأن جميع هذه الحبات التي اكتشفت في موقع جبل الفاية أقول جبل البحيص وجبل الفاية عندنا فيها دليل الاستخدام، وهو عبارة عن الثقوب اللي كانت موجودة فيها، يعني كانت مثقوبة هاي من والفرق ما بين الحبة اللؤلؤ الغير مثقوبة والحبة اللؤلؤ المثقوبة أن الحبة اللؤلؤ المثقوبة هي دليل استخدام مهم. فوجدت أيضا موجودة أيضا ملاصقة للهياكل التي تم العثور عليها في موقع جبل البحيص 18، وفي بعض الحبات اللؤلؤ كانت موضوعة على الأنف، على أنف المرأة في دليل استخدامها كزينة أو كحلية. تنظم هيئة الشارقة للآثار اللقاء التعريفي الأول حول إنجازات وإصدارات الهيئة بمناسبة احتفالية الشارقة عاصمة عالمية للكتاب. إحنا من واجبنا كجهة محلية دعم هذه الاحتفالات. من وجهة نظر آثارية، إمارة الشارقة تستحق لقب عاصمة عالمية للكتاب عن جدارة، وذلك لأزلية هذا النشاط من العصور القديمة، حيث تم اكتشاف الكثير من المكتشفات الأثرية في مجال التدوين والكتابة. الهدف من اللقاء التعريفي هذا أن نطلع وسائل الإعلام على جهود إمارة الشارقة في مجال حماية المكتشفات الأثرية، وجهود هيئة الشارقة للآثار على وجه الخصوص في مجال إدارة هذه المكتشفات الأثرية والعمل على نشر مفهوم الوعي الأثري. نتحدث أكثر اليوم في هذه الفقرة عن ملتقى المبادرات الإنسانية 23 مبادرة نسائية عربية ضمن برنامج ملكة المسؤولية الاجتماعية. للمزيد من التفاصيل معنا في الاستوديو الأستاذة سلوى آل رحمة، رئيس مبادرة سفراء الإيجابية. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. حياك الله، سعيدين جدا بوجودك. نورتينا بابتسامتك الجميلة في الاستوديو. الله يطول لك عمرك. حياك الله. بداية أود أن أتعرف معك ومع المشاهدين بنبذة عن ملتقى المبادرة الإنسانية ضمن حملة المرأة العربية. طبعا الملتقى يعتبر هو الموسم الثاني لبرنامج ملكة المسؤولية المجتمعية. نعم. تم فيه تكريم المشاركات في الموسم الثاني. نعم. ويعني تم تشريفي باختيار النموذج الرائد للمشاركات في الموسم الأول والثاني. نعم.
وكانت المفاجأة الجميلة في هذا الملتقى أنه تم اختيار جميع المشاركات متصدرات المرحلة النهائية ليكونوا ملكات للمسؤولية المجتمعية. نعم. يعني كان الموسم الأول اختيار ملكة واحدة فقط، ولكن في هذا الموسم تم اختيار جميع المبادرات المشاركة في الملتقى. خبرينا أكثر عن المبادرات الإنسانية اللي أطلقتها المجموعة النسائية لخدمة مجتمعهم. معظم المشاركات طبعا هم يوم يعني مختلف الدول العربية، حوالي 14 دولة عربية. نعم. قدموا مبادراتهم اللي أثبتوا فيها من خلالها تحديهم لكل الظروف المحيطة بهم، ويعني تقدمهم لخدمة المجتمع على الرغم من كل هذه التحديات. أثبتوا بالفعل تواصلهم الفعال مع أفراد المجتمع لتغلب على التحديات اللي تواجههم في مجتمعاتهم. نعم. كان لوجود هذه المبادرات أيضا تعزيز لدور المرأة في مجتمعها، دور المرأة سواء كان المرأة الحضرية أو المرأة العاملة أو المرأة الريفية، وجودها في مجتمعات تسودها الحروب أو مجتمعات مسالمة. كل هذه المجتمعات اشتركت في هدف واحد، هو تعزيز دور المرأة في مجتمعاتها. نعم. سادة سلوى، أنت ما شاء الله رئيس مبادرة سفراء الإيجابية، دعينا نسلط الضوء أكثر على يعني مبادرة سفراء الإيجابية وما هي تفاصيلها وما هي دورها. مبادرة سفراء الإيجابية طبعا هي انطلقت قبل يمكن حوالي 15 عام، تنادي بمفهوم الإيجابية الحقيقي. كانت نتيجة لتجربة واقعية. نعم. تجربتي طبعا مع السرطان لأربع مرات. نعم. ولله الحمد إن شاء الله يعافيك. خلال تكرار المرض لأكثر من أربع مرات أثبت بالفعل أن وجود طاقة إيجابية أو تمسكنا بالطاقة الإيجابية هو سبيلنا الوحيد حتى نتخلص أو نستطيع نتعايش مع الظروف اللي تحيط فينا، سواء كانت مرض أو تحديات أخرى. يعني أعتقد هناك كثير من المشاكل أو التحديات يمكن لا تقل خطورة عن الأمراض اللي قد تصيبنا في هذه الحياة، لكن لما نكون ناس نملك الكثير من الطاقة الإيجابية ومصداقية في تعايشنا مع هذه الظروف، أكيد راح نكون ناس يعني ناجحين وقادرين على تخطي هذه الصعوبات. فانطلقت طبعا هذه المبادرة للمنادى بهذا المفهوم الحقيقي اللي هو مفهوم الإيجابية. نعم. سبب اختيارك لتدريب وتأهيل الطلاب في المدارس والجامعات من خلال هذه المبادرة؟ دائما في أي مجتمع إذا أنت حاب أنك تنشر رسالة في مجتمع تبدأ بطلاب المدارس والجامعات، هم يمكن أكثر فئة تقبلا لأي مستجدات في حوالينهم أو في محيط مجتمعهم. فلما نحن عندنا رسالة هامة مثل هذه الرسالة اللي هي التعايش بشكل إيجابي مع كل الظروف مع كل التحديات، نستطيع أن نكون ناس قادرين على تخطي عقباتنا. كل إنسان في هذه الحياة أكيد يواجه الكثير من المشاكل، سواء يعني على مختلف الأعمار، على مختلف يعني سواء كان ذكر أو أنثى، كان طالب مدرسة أو طالب جامعة أو حتى موظف، كلنا نملك الكثير أو نعيش مع الكثير من هذه التحديات وهذه المشاكل، لكن نحن نحاول نحن نوصل لهم المفهوم الحقيقي للإيجابية، قدرتهم واستطاعتهم على تخطي هذه العقبات. صحيح. نعم. طبعا ما شاء الله من الذين طبعا تخرجوا من مبادرة سفراء الإيجابية، خبرينا عنهم كيف أصبحوا قادرين على التأثير بإيجابية بغيرهم طبعا في المجتمع. كانت سعادتنا بالفعل كبيرة لما نشوف الطلبة اللي يمكن لم تتجاوز أعمارهم التاسعة والعاشرة من العمر في الصفوف الحلقة الأولى، قد أصبحوا بالفعل سفراء للإيجابية في مدارسهم وفي وبين أسرهم أيضا في مجتمعاتهم. نعم. صاروا يملكون الكثير من الطاقة الإيجابية اللي تخليهم يعني يواجهون كل الصعوبات. هم يمكن كانوا بعضهم عندهم سلوكيات سلبية، لكن مع يعني التدرب وإدخالهم في مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية أصبحوا بالفعل سفراء للإيجابية على الرغم من السلوك السلبي اللي كانوا في البداية يملكونه، ولكن مع دخولهم في هذه المبادرة. نعم. وجود الكثير من الإرشاد والتوجيه، الفعاليات المختلفة المتنوعة، الشراكات المجتمعية والدعم المجتمعي اللي حصلناه من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، بالفعل هو اللي خلاهم يعني يتشجعون أكثر أنهم يدخلون أو ينخرطون في هذا المجال اللي هو مجال التطوع الإيجابي. نعم. الاسم سفراء الإيجابية اسم جميل جدا، ولكن ليش اخترتوا هذا الاسم للمبادرة؟ مثل ما قلت لك هي كانت صدفة، يعني هاي المبادرة لم تنطلق لتكون مبادرة، هي
مثل ما تقولين يعني كنت قدوة أمام الأقارب والأصدقاء أن هذه الإنسانات صارت يعني تملك طاقة إيجابية خلتها تتغلب على هذا المرض. نعم. فصار الناس يوصون بسلوى، والله سيروا عندها هي بتنصحكم بتعطيكم، لكن الحمد لله يعني اتسعت هذه الرقعة، صار التأثير أشمل لجهات كثيرة سمعوا بهذه الطاقة الإيجابية اللي أملكها الحمد لله. ومو بكل إنسان يملك طاقة التأثير في الآخرين أو القدرة على التأثير في الآخرين. صحيح. بصدق لما تكون أنت صاحب تجربة واقعية وبالفعل تشعر الآخرين بأنك أنت هنا، أنت هنا لتعطيهم هذا 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 المقدار الكبير من أو هاي الجرعة الكبيرة من الإيجابية اللي تخليهم يتغلبون على أي تحدي. صحيح. هنا يكون النجاح، النجاح في إثبات مصداقيتك أمام الناس وأنك أنت جاي هنا عشان تساعدهم. نعم. وأنك لا تقل يعني أنهم لا يقلون أهمية عنك أنت، فأنت أكيد راح تكسب ثقتهم وبالتالي راح يستمعون لك بـ 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 بكل أريحية في هذه المبادرة. نعم. أستاذة سلوى، طبعا سابقا كان يعني ما بنقول أن كانت المرأة ضعيفة، ولكن ربما المرأة رمز للنعومة و يعني للاحتيار طبعا لطرف آخر أو للرجل كي يقويها، ولكن اليوم لما نحن نشوف ما شاء الله امرأة أنشأت هذه المبادرة، وطبعا في هذه المبادرة في سفراء، كيف اليوم استطاعت المرأة أن ترسم صورة ذهنية إيجابية عن المرأة الإماراتية بقوتها بثباتها يعني بإصرارها وإرادتها بالتغلب على كل العقبات؟ المرأة أكيد منذ الأزل يعني كانت تملك كثير من الطاقة، تملك كثير من الأفكار، ولكن بالفعل دور الرجل في إعطائها الثقة هو اللي عزز من دور المرأة. نعم. وجودنا في مجتمع مثل مجتمع دولة الإمارات أعطى المرأة ثقة كبيرة، أعطاها يعني مناصفة مع الرجل. نعم. ولولا ثقة الرجل في المرأة لما وصلت المرأة لإثبات مكانتها في المجتمع. نعم. أنا هذا الشيء اللي أقدر أقوله يعني. فالمرأة مساندة للرجل والرجل مساند للمرأة، كل واحد منهم يعزز دور الآخر. صحيح. كيف تشوفين رغبة النساء في مساعدة ومساندة وتقديم الدعم للآخرين في الوطن العربي؟ دائما من يحتاج إلى الدعم يحتاج أن يستعطفك أو يثير اهتمامك أو بعض المشاعر. المرأة تملك الكثير من المشاعر، يعني العاطفة جياشة تكون عندها أمام. صحيح. مختلف الظروف، خاصة الظروف الصعبة أو الحالات الإنسانية، لذلك تجدينها دائما مسارعة يعني إعطاء المساعدة أو. نعم. للبدء في المساعدة، مساعدة الآخرين. نعم. أستاذة سلوى، أنت ما شاء الله أيضا مبادراتك ليست فقط على يعني في داخل الدولة وإنما خارج الدولة، خبرينا عن هذه المبادرات أكثر. الحمد لله نحن عملنا شراكات مجتمعية مع جهات قلت لك داخل الدولة ولله الحمد حكومية شبه حكومية وأيضا خاصة، كذلك وصل صيت المبادرة إلى الكثير من الدول العربية. نعم. كرمت ولله الحمد في عدد من الدول العربية مثل سلطنة عمان، دولة الكويت الشقيقة، كرمت في مصر، فكان لهذا التكريم دور كبير في تعزيز دورنا نحن كإيجابية. نعم. مفهوم الإيجابية الحقيقي، وبينت لهم بالفعل أن لولا وثقتنا تماما بأن الإيجابية ليست بالشيء السهل عشان أنت تقدر تقول أنا راح أكون إيجابي. نعم. هي تحتاج إلى كثير من المهارات وتحتاج إلى الخبرات الطويلة وتحتاج إلى يعني فهم حقيقي لمفهوم الإيجابية، لذلك أصبحت الآن منهاج لدولتنا دولة الإمارات، اتخذت من الإيجابية منهاج لها في جميع المؤسسات والحكومات. أعتقد في رأيي أن لا يمكن لحكومة مثل دولة الإمارات أن تتخذ من مفهوم سهل ليكون منهاج للحكومة. نعم. إذن نحن نحتاج. صحيح. إلى مشوار طويل حتى نكون إيجابي. صحيح. نحن شاكرين الوجود معنا طبعا وهذه الطاقة الإيجابية التي أسعدتينا فيها. شكرا لك للأستاذة سلوى آل رحمة رئيس مبادرة سفراء الإيجابية على حضورك معنا. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. وأكيد مستمرين معكم مشاهدينا الكرام، ولكن نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين، خلكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، وصلنا لآخر فقراتنا لليوم. طلب العلم يرفع من قيمة الطالب نفسه، فهو بحرصه على تنمية عقله واستيعاب المزيد من العلوم يساهم في تطوير نظرة الآخرين له. فالجميع يحب الإنسان الملتزم الحريص المجتهد اللي يؤدي واجباته بإتقان وإخلاص، ويسعى أيضا لفعل المزيد من خلال العطاء المتزايد. تمثل العودة للمدارس يوما مهما لأولياء الأمور والطلاب بعد عودة من
فترة العطلة الصيفية. وطبعا بنتحدث عن هذه العودة والمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع. نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ جاسم جمع عمر المازني، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. أهلا ومرحبا فيك، سعيدين جدا بوجودك معنا. ونحن سعد. بداية أود التحدث معك عن مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات، وما هي مهامكم أنتم كأولياء أمور ودوركم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة. واجبنا. طبعا مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات الشارقة هو عبارة عن كيان تربوي، نعم، يتكون من أولياء أمور الطلبة والطالبات، يهدف إلى تفعيل الشراكة بين البيت والمدرسة لضمان حصول الطلبة على أفضل الخدمات التربوية والتعليمية. نعم. المجالس أو مجالس أولياء أمور في مدينة الشارقة هي مجالس محلية، وهي عبارة عن 5 مجالس متوزعة على مدن الإمارة. مدينة الشارقة مجلس، وعندك في المنطقة الوسطى كلباء، خورفكان، ودبل حصن. نعم. المجالس 5 هذه تتبع مجلس الشارقة للتعليم اللي يترأسه سعادة الدكتور سعيد الكعبي، وهي تختلف عن مجالس أولياء أمور اللي هي تابعة للوزارة. مثلا المجالس اللي هي في المدارس، كل مدرسة فيها مجلس أولياء أمور، وفي مجالس أولياء أمور نطاق هذه أيضا تتبع لوزارة التربية والتعليم، لكن نحن كمجالس 5 نتبع محلية الشارقة اللي هو مجلس الشارقة للتعليم. هذه المجالس تم تأسيسها تقريبا من 4 عقود. نعم. أسسها سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة، وإلى الآن ولله الحمد هي مستمرة في عطائها وفي عملها. نعم، الحمد لله. بالنسبة للنقطة الثانية ذكرت الأهداف والمهام، طبعا أساس بس أختصر المهام الأساسية اللي تخص المجلس. نحن نضع الخطط للبرامج والمبادرات، عندنا خطة استراتيجية على مدى 3 سنوات اللي هي فترة إدارتنا وعضويتنا للمجلس، وكذلك في خطط للجان. نعم. المجلس وكل مجلس فيه 5 لجان: لجنة التميز والتطوير المؤسسي، اللجنة المالية، اللجنة الإدارية، لجنة الأنشطة والفعاليات، اللجنة التربوية والتعليمية. هذا بشكل مختصر الدور وأهداف المجلس ومهامه ونشأته أيضا. خبرتنا الحين أستاذ جاسم عن المجالس، خبرنا أكثر شو مبادراتكم، مخططاتكم في بداية العام وأيضا العودة للمدارس. طبعا كخطط للمجلس نحن دائما نضع خططنا في بداية السنة الميلادية. نعم. وكان من ضمنها خطط اللي تخص العودة للمدارس. في الأسبوع الأول أقمنا معرض العودة للمدارس 2019. نعم. بالتعاون مع مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في مجلس ضاحية مويلح. نعم. وكذلك بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة. المعرض عبارة عن فيه مستلزمات أساسية للطلبة من قرطاسية وشنط، واللي هي الملابس المدرسية لجميع الفصول. هذا جانب تحضيري حق الطلبة كملابس وقرطاسية. جميل. الجانب الآخر اللي نحن يعني اهتمينا فيه اللي هو الجانب النفسي. نعم. فعملنا بعض الورش الفنية، مثل الورش اللي تخص تزيين للطالبات، أو مثلا عمل حناء للطالبات. فكانوا يسألونا يعني طيب هذا شو علاقته بالعودة للمدارس. كنا نقول الحين لما تكون عندنا فرحة مثل عيد، أو يكون عندنا يعني شيء مناسب على سبيل المثال، يتم تزيين الأطفال. صحيح. يعني فالعودة للمدارس أيضا هذه الأصل أنها فرحة. نحن نحبب الطلبة والطالبات للعودة للمدارس، وهذه أحد الطرق اللي نحببهم للمدرسة. فالجانب النفسي أيضا نحن اهتمينا فيه في هذا المعرض. هذه جزئية. الجزئية الأخرى طبعا مع بداية العام الدراسي نحن قمنا بزيارات لبعض المدارس، وما زالت الزيارات مستمرة. طبعا الهدف من الزيارات أن نحن نهنئ الطاقم التعليمي ونهنئ الطاقم الإداري، ولكن أيضا اللي يخصنا أكثر نهنئ الطلبة والطالبات بعودتهم للمدارس. التهنئة هذه في الأساس أيضا فيها جانب نفسي،
بحيث أن لما الطالب والطالبة يجدون من يرحب بهم في المدرسة ويعطيهم الدافعية ويعطيهم الإيجابية، نعم، هذا يحفزهم أكثر على الجد والاجتهاد. اليوم أنتم عارفين كثير من البيوت أو جزء من البيوت فيها مشاكل، وقد يذهب الطالب أو تذهب الطالبة للمدرسة ونفسية يعني غير طبيعية، صحيح، أو بعض أولياء الأمور ما يهتمون لهذا الجانب، فلما يلقون حد في المدرسة يرحب بهم ويعطيهم كلمة إيجابية، نعم، وابتسامة، هذا ممكن يرجع الروح، صح، لهم للعطاء والعمل والجد والاجتهاد. نعم. بالنسبة لي طبعا العلاقة بين طبيعة العلاقة بين المجلس وأولياء الأمور، كيف تكون العملية؟ ما هي تفاصيل مثلا الاجتماعات؟ ما هي المواضيع التي ربما قد تناقشونها أحيانا لتخرجون بنتائج تفيد الأولياء والطلبة بالتالي؟ في جزئية أساسية هني يمكن البعض ما يعرفها، أن مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة الشارقة، نعم، عضويتها ورئاستها من أولياء أمور الطلبة نفسهم. جميل. الشروط اللي لازم تتوفر في عضوية مجلس أولياء الأمور أن ولي الأمر ابنه يدرس في مدرسة خاصة أو حكومية في مدينة الشارقة، سواء كان مواطن أو مقيم، يعني حتى المقيمين عندهم حصة تقريبا 40% من الكراسي. جميل. وفي 2017 بدت انتخابات عضويات المجالس على مستوى المدن اللي بالشارقة، وشاركوا فيها يعني عدد كبير، واللي تم اللي وصلوا بالأصوات، طبعا الأصوات أيضا حصلوا عليها من أولياء الأمور اللي أبنائهم في مدارس الشارقة الحكومية أو الخاصة. فالشراكة بين أولياء الأمور والمجلس، هم يترأسون المجلس، هم يديرون المجلس، هم يشوفون أولياء الأمور شو محتاجين من أنشطة، مبادرات، من فعاليات، فالعلاقة جدا وطيدة. ونحن عندنا على مبدأ الاجتماعات اللي تكلمت عنها، طبعا تقريبا شهريا نحن نجتمع، كل شهر نجتمع مرة، نعيد حساباتنا، نشوف شو اللي عملناه، نراجع أيضا الاستبيانات اللي نحصل عليها من أولياء الأمور، نحسن من أدائنا، نقارن مؤشرات النجاح اللي عندنا، كيف نطور أيضا الأعمال اللي قمنا بها، حتى الخطة اللي حطيناها ممكن نعدل فيها من اجتماع لاجتماع، نعم، نظيف ونشيل منه. أستاذ جاسم، خبرنا أكثر على التطورات اللي حصلت على المناهج الدراسية، هل في تغييرات؟ لا شك في تغيير كبير خلال السنوات الماضية، نعم، لاحظنا أن المناهج في المدارس الإماراتية تطورت بشكل كبير. أكثر الجوانب اللي التمسنا التغيير فيها أن تم إضافة مهارات تخص بمهارات القرن 21. نعم. لو سمعتوا عن مهارات القرن 21 على مستوى العالم، في مهارات معرفية وحياتية وتكنولوجية. مثل شو؟ مثال، الحين أعطيك مثال على المهارات الحياتية. نعم. عندك طال عمرك التفكير الإبداعي، مهارات التفكير الإبداعي. نعم. مهارات التفكير الناقد. هذه مهارات حتى عندنا نحن في المجلس عملنا ورش ودورات عليها، يعني عملنا مبادرة كيف أنمي التفكير الإبداعي لدي وكيف أنمي التفكير الناقد لدي. يمكن تتساءلون يعني طيب شو الهدف من هذه المهارات الحياتية؟ هذه المهارات الحياتية تصقل مواهب الطلبة والطالبات بحيث أنهم يكونوا مؤهلين للوظائف اللي هي وظائف المستقبل يسمونها. الدراسة السابقة أو الطريقة السابقة للدراسة ما راح تأهلهم يعني لوظائف المستقبل. يمكن تسمعون كثير نحن تخرجنا من المدارس ودرسنا بالطريقة الفلانية وتبوأنا مراكز معينة وعلى الطريقة التقليدية، صحيح، لكن الجيل القادم النظام السابق ما راح يوصل لهذه المراحل. لذلك أيضا جزاهم الله خير وزارة التربية والتعليم أيضا ركزوا على ما يسمى المعارف أو العلوم اللي هي العلوم الأربعة أو اللي يسمونها الستيم. في أربع شغلات متخصصة اللي هي العلوم والرياضيات والهندسة وأيضا التكنولوجيا، نعم، وهي اختصار أحرف كلمة ستيم، ما شاء الله، هذه دخلوها في المناهج واهتموا فيها كثير، والتطوير أيضا يعني حصل في المناهج واضح للعيان وللجميع. فالتغيير هذا ضروري، إذا ما تتغير أنت يعني مثل ما يقولون بيغيرونك، صحيح، فلازم أنت تواكب
العصر ومناهج الإمارات لعلمكم أن هي تواكب التطور العالمي وهي على مستوى المناهج العالمية أيضا. صحيح. نعم سيد جاسم، بالنسبة لاجتماعاتكم أنتم كأولياء أمور، كيف يعني ما هو الأثر المباشر على الطالب؟ هل يعني خرجتم ببعض مثلا يعني الفعاليات أو القرارات أو يعني مبادرات التي رأيتم ردة فعل مباشرة من خلال الطلاب أن مثلا هذه الفترة راح يعني نقوم نحن كلنا كأولياء أمور بعمل الشيء الفلاني، هل رأيتم ردود أفعال من الطلبة أو أبنائكم بشكل مباشر؟ لا شك. مثل شو؟ هو نحن في البداية في المبادرات تركيزنا على الأساسي على أولياء الأمور نفسهم، نعم، لكن أيضا نحن مخصصين جانب من مبادراتنا لأبنائنا الطلبة. صحيح. والطالبات. نحن دائما نركز على الأمور التي يعني تطور الطالب، مثل ما قلت لكم الحين مبادرات اللي تخص التفكير الإبداعي، نعم، التفكير الناقد، هذه ترى تهيئهم لمن ترى هذا المستقبل. هذا اللي بتكلم عنه، كيف شفتوا ردة فعل الطلبة؟ بالعكس في تجاوب كبير. نحن كيف نقيس مؤشرات النجاح؟ بالضبط. مؤشرات النجاح نقيسها بالحضور أولا، وثانيا نقيسها بالاستبيانات. نحن حتى الطلبة نخليهم يملون الاستبيانات، فمثل هذه المبادرات لاحظ أن يطلبون تكرارها أو يطلبون مبادرات شبيهة لها. عملنا مبادرات تخص مثلا طبيب المستقبل ومهندس المستقبل، هذه المبادرات عبارة عن ورش، يعني جزء منها ورشة تقريبا نص ساعة أو أكثر، وبعدين كنا نشيل الطلبة نوديهم للموقع، مثلا موقع إنشائي إذا كان مهندس المستقبل نوديه موقع إنشائي نبين لهم شو اللي موجود في الموقع الإنشائي، شو اللي يلبسه الشخص أو المهندس، شو حتى على مستوى القبعات اللي يلبسونها، ألوان القبعات كل لون شو يرمز. فهذه الأشياء جدا استانسوا عليها الطلبة والطالبات، ونحصل على مثل ما تقول ملاحظات إيجابية منهم. ذكرت قبل شوي موضوع المناهج الدراسية، التغيرات اللي طرأت عليها، موضوع ستيم، هل المناهج الدراسية برأيك الموجودة الحين في الدولة في دولة الإمارات تناسب المستوى العمري للطلاب وفهمهم؟ لأن في كل عمر في خلينا نقول أن في نسبة معينة من الفهم يقدر يتقبل أو يقدر أن يمتص هذه المعلومة. نعم. كيف تقدرون، هل هي فعلا تناسب فئتهم العمرية؟ طيب هذا التساؤل يعني كثير من أولياء الأمور يتساءلون هذه الأمور. صحيح. بالذات مع التطوير والتغيير تحصلون يعني كثير من أولياء الأمور يتساءلون يعني هذا صعب، هذا مش في عمره، هذا نحن يوم كنا ندرس هذا الشيء كنا ناخذه في الصف الفلاني. نعم. طيب اليوم الوزارة مشكورة وضعت متخصصين في تقييم المناهج، المتخصصين ترى كثير منهم دارسين علم نفس. نعم. من خلال دراستهم هم يقدروا يميزوا الفئة العمرية ويقارنونها مع القدرات الاستيعابية والخصائص النفسية عند الطالب، فيشوفون هذا العمر يتناسب مع القدرات الاستيعابية بناء عليه يضعون المادة الفلانية في الصف الفلاني. نعم. فنحن كأشخاص يعني مش في تخصصنا، صحيح، ما نقدر نقيم، قد نقول أشياء لكن ما عندنا دليل على هذا. صحيح. الكلام في ناس متخصصين يعني في هذا الجانب. نحن شاكرين لك أكيد لوجودك معنا الأستاذ جاسم جمعة عمار المازمي، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، شكرا جزيلا لك على الحضور معنا. العفو. شكرا لك، ما قصرت. يعطيكم العافية. وأكيد الآن وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام لختام حلقتنا لهذه الليلة، نلقاهم إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، تريونا باكر في نفس الموعد في أمان الله. في أمان الله. يعطيك العافية.